كما نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بمحافظة سوهاج حول فعاليات ملتقى توظيف الشباب المتدربين خريجي المبادرة الرئاسية ابدأ. وشارك في الاحتفالية عدد من أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وتم خلالها الإعلان عن انتهاء فترات تدريب عدد من شباب المحافظة على عدة حرف صناعية ضمن المبادرة الرئاسية ابدأ حياة وبدء مرحلة تشغيل الخريجين بشركات ومصانع القطاع الخاص. تم توفير فرص عمل في كل المجالات للشباب المتدربين، كمان القوى العاملة بتوفر فرص عمل في القطاع الخاص لكل الشباب ولذوي الإعاقة. احنا سعداء بالتعاون مع المبادرة ومع الشباب، وسعداء بالتعاون مع أصحاب الأعمال إن هم ياخدوا خريج المبادرة اللي أتموا تدريبهم على أكمل وجه. احنا مساهمين وتحنا فرص عمل لأكثر من فرصة عمل للشباب المتدربين، وبإذن الله احنا جينا النهاردة بنشارك وبنبدأ إن شاء الله إن الناس تستلم العمل بتاعها ونستلم السيفيهات بتاعت الناس اللي جاية. احنا حصلنا على تدريب في 5 أقسام: الخراطة ومنع الحدادة واللحام وقسم التبريد والتكييف والألومنتات.